بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تنطلق اليوم أولى فعاليات الأسبوع الدعوي بمسجد مولانا الإمام الحسين بمديرية أوقاف القاهرة، وعنوان لقاء اليوم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويشرفنا بالحضور معنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والذي سيسعدنا بكلمته عن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والآن مع فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فالشكر موصول لوزارة الأوقاف وعلى رأسها سعادة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وشكر موصول لكل من خطط وأعد لهذه اللقاءات الطيبة المنتشرة في بعض المساجد في ربوع جمهورية مصر العربية، وشكر موصول لحضراتكم على حرصكم للجلوس ومن استماع إلى كلام رب العالمين ولكلام رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. دائما ما نذكر بأن الدين الإسلامي دعا إلى التحلي بمكارم الأخلاق، لأن عنوان هذا الدين كما بيّنه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبالأخلاق والقيم الإسلامية النبيلة تبنى الأسر وتبنى الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، يعني إذا التزم أهلها بالقيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، بالقيم النبيلة تنهض الأمم وترتقي وتسود الألفة والمودة والمحبة بين بني البشر. من الخيم الإسلامية النبيلة التي بيّنتها شريعتنا الغراء قيما الوفاء، الوفاء بالعهود، الوفاء بالعقود، الوفاء بالكلمة. وقد أمرنا الله عز وجل بالوفاء بالعقود وبالعهود، والوفاء هو الالتزام بالمحافظة على العهد، الالتزام بالمحافظة على العقود. لأن الالتزام بالعهد، الالتزام بالمحافظة على العقود أو العهود، دليل على حسن وسلامة إيمان الإنسان. يقول لك ده إنسان أمين، ده إنسان وفي، خاصة
أن الوفاء ضده الغدر، والعياذ بالله. الوفاء قرين الإخلاص وقرين العدل، والغدر قرين الكذب والعياذ بالله. فإذا كنت وفيا مخلصا لله في كلامك وعهودك، وفيا في بيتك، في عملك، في كل مجالات حياتك، فإيمانك سليم، إيمانك سليم، وسيرتك عند الناس وعند الله حسنة. يقول لك ده فلان ده بيوقف، ده لما يتكلم كلمة ما بيرجعش فيها، ده نابع منين؟ نابع من إيمانه والتزامه بكلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا الله ونادى علينا بالنداء الذي يدل على التشريف وإعلاء القدر، كما استمعنا في تلاوة المغرب: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا عقدت أو تعاهدت مع إنسان كن وفيا، ولو كان ذلك على حساب نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك، لأن ده أمر من مين؟ أمر من الله، بل هو وصية من رب العالمين. قال الله تعالى: وبعهد الله أوفوا، ذلك وصاكم به. ولو تصفحنا آيات القرآن سنجد أن الوفاء بالعهد نوع من أنواع البر، كما جاء في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآية. في آخر الآية: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يبقى الوفاء بالعهد نوع من أنواع البر، نوع من أنواع البر، وهو صفة من صفات الأنبياء. وصف الله عز وجل به سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال: وإبراهيم الذي وفى، حينما ابتلاه الله عز وجل بكلمات وأوامر ونواهٍ فأتمهن وأتى بهن وأتى بهن والتزم بهن، وحينما امتحن في ولده وكاد أن ينفذ أمر الله عز وجل، وحينما ألقي في النار والعياذ بالله ونجاه الله عز وجل منها، نعته الله بقوله: وإبراهيم الذي وفى. خلي بالك، اوعى تقول كلمة وترجع فيها، اوعى تعاهد إنسان عهد أو تعاهد زوجتك عهد أو ابنك عهد أو صديقك عهد أو جارك عهد وترجع فيه، اوعى، لأن هذا ليس من شيم الإيمان ولا من أخلاق الإسلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مدح أهل الوفاء، الناس اللي بيوفوا في كلامهم، اللي بيوفوا بأفعالهم، اللي بيلتزموا بمحاسن أخلاقهم. ربنا سبحانه وتعالى مدحهم وأثنى عليهم، بل وكتب لهم الفلاح. قال الله تعالى في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنين دول مين؟ اللي هم بيخشعوا في صلاتهم، واللي هم بيأدوا الزكاة، واللي هم يعني كويسين مع زوجاتهم، واللي واللي إلى أن قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إلا كان هيوفي بالعهد لو سف على رقبتيه، لأنه دليل وعلامة على إيمان الإنسان، على رجولة الإنسان، على صدق الإنسان مع نفسه ومع الله، على صدق الإنسان مع الناس. إلى أن قال إيه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يبقى في بداية السورة قال: قد أفلح المؤمنون.
كتب الله يكتب الله لك الفلاح في الدنيا والآخرة. في نهاية الآيات قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى زي ما قلنا الوفاء بالعهد أو بالعقد هذا من شيء من الإسلام ومن كمال الإيمان. الغدر والخيانة والعياذ بالله طريق إلى الكذب وإلى الفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي فين؟ وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. يبقى أيهما أولى بأن نتحلى به، الوفاء بالعهد والعقد أم الغدر والخيانة والعياذ بالله؟ يبقى الإنسان المؤمن التقي النقي اللي بيقول يا رب اللي عايز ربنا ياخذ بيديه الى الجنه، مش في بدايه سوره قد افلح المؤمنون وبعد 7-8 آيات قال بعد ما بين صفات المؤمنون هؤلاء قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلى آخر الآيات. فآخر الآيات قال إيه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وبعدين إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها إيه؟ خالدون. وبعدين يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا دين لمن لا عهد له، يعني ما عندوش دين خالص؟ ما عنده دين بس دينه ناقص، عنده دين بس دينه ناقص، عقيدته ايه؟ عقيدته مهزوزة. لأنه لو عنده كمال إيمان ورسوخ في العقيدة لا 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 يخون العهد أو العقد، لا يغدر، لأن هذا ليس من شيم الإيمان ولا من القيم الإسلامية. عشان كده سيدنا النبي قال لا دين لمن لا عهد له، لا توفي بالعهد ولا تلتزم بالعهد، يبقى انت ايمانك ناقص وعقيدتك ايه؟ مهزوزه، وتحتاج الى توبه والى مراجعه، تحتاج الى توبه والى مراجعه. خلي بالك الناس فاكره من الوفاء بالعهد او العقد ان انت تلتزم بالعقد اللي في الورقه او شيء من هذا القبيل. الوفاء بالعهد في الكلمة، وفاء بالعهد بينك وبين ربنا انك تؤدي الفرائض وانك ما تكذبش وانك ما تعملش حاجة غلط وانك ما تأذيش جارك، واخد بالك، وانك تجتهد في عملك وانك تتقن عملك، هذا من الوفاء. وطبعا الوفاء مع الله والوفاء مع الزوجة والوفاء مع الأولاد والوفاء مع الجيران والكلام ده كله يعني أتركه لأستاذي وشيخي سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، شيخنا الذي يعني نشرف بجلوس بين يديه. أسأل الله عز وجل أن يطلق لسانه وأن يوفقه، وأشكركم مرة أخرى على حسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة على ما تقدم به من حديثه عن أهمية الوفاء بالعهود والعقود كما أمر الله عز وجل في قرآنه وكما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. والآن نستكمل الحديث عن الوفاء بالعهود والعقود مع سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أكرم مصر
وأكرم الدعوة الإسلامية في هذه الكوكبة من الأعلام الدعاة النجباء الذين فتح الله عليهم من أبواب علمه ما جعلهم أهلا لأن تفخر بهم الدعوة الإسلامية ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع، والعالم كله يشيد بدعاة مصر وبدعاة وزارة الأوقاف وبوزارة الأوقاف المصرية. وحي الله وزيرها الهمام العالم الرباني مولانا معالي الوزير الدكتور أسامة الأزهري، بارك الله فيه وبارك عليه وبارك حياليه ووفقه لما يحب ويرضى، وهو دائما أهل بكل خير، فقد أفاء الله عليه من العلم ما جعل علمه يتسع لكل العقول في العالم أجمع، وقد طافت علومه الآفاق وطال الركبان بذكره وبعلمه وبفضله وبمكانته، فحياه الله تبارك وتعالى ووفق عليه ووفقه لما يحب ويرضى، ووفق رجاله وجنوده من رجال وعلماء وزارة الأوقاف الذين يمهدون بهذا النشاط الذي أصبح سمة من سمات الدعوة الإسلامية في مصر، فحياهم الله وحيا أخي العالم الجليل مولانا فضيلة الشيخ خالد صلاح الذي فتح علي مسائل كثيرة في الموضوع الذي نتكلم فيه، حتى إنه جعل موقفي صعبا في الحديث عما بقي مما بينه ووضحه من هذا الفقه ومن هذا العلم ومن هذه الدعوة الطيبة المباركة. وحي الله إخوانه الدعاء العظام الكبار من رجال الدعوة في إدارة أوقاف القاهرة وفي وزارة الأوقاف، وبارك الله فيهم وعليهم وحواليهم وفتح لهم كنوز العلم والمعرفة حتى يكونوا خير خلف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي بيان أحكامه لعباده حتى يتقربوا إلى الله على نحو صحيح. والموضوع الذي نتحدث فيه اليوم موضوع في غاية الأهمية، لأنه يتعلق بأمر يمس حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وكل أمور حياته، ذلك أن الله حين خلق الإنسان خلق له النعم والأسباب التي يعيش بها في حياته، ومن أهم هذه النعم نعمة المال ونعمة العرض. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأصل فيما هو بعيد عن قدرة الإنسان الأصل فيه التحريم، وقد دل على ذلك التحريم يعني إيه؟ يعني أنا ما أقدرش أقرب منه إلا بحله أو بتمنه أو بالطريق اللي ربنا رسمه له. دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين قال أيها الناس، وخلي بالك من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الجامع يقول أيها الناس ولم يقل أيها المسلمون، ليبين لنا أن الله قد أوجب علينا أن نحفظ محل النداء بالنسبة للمسلم ولغير المسلم. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. فجعل حرمة الأعراض وجعل حرمة الأموال وجعل حرمة الدماء من الأمور الثابتة في شرع الله، ومعنى أنها محرمة أنني لا يجوز أن أمس بأي مصلحة من هذه المصالح إلا إذا أذن الله لي وبالطريقة التي شرعها الله عز وجل. فيما يتعلق بالمال، المال هو سر الحياة وهو أساس حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العلم وحفظ المال. بدون المال
لا يستطيع الناس حتى أن يحفظوا أموالهم، ولا يستطيع الناس أن يحفظوا دينهم، لأن المال هو أداة الاقتضاء الذي يستطيع به الإنسان أن يحمي نفسه وأن يحمي عرضه وأن يحمي ماله وأن يحمي مسكنه وأن يحمي نفسه وأن يحمي كل مقومات الحياة. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم قد بلغت، اللهم فش. معنى ذلك أنني إذا أردت أن آخذ مالا لك لابد أن تكون راضيا من قلبك ومن سويباء قلبك بأن تعطيني هذا المال، فلا يجوز أن آخذه منك غصبا أو اضطرارا أو بالقوة أو بالاحتيال أو بالنصب أو بالغش أو بغير ذلك من الأمور التي تفسد الرضا. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل الرضا أساس لحل هذا المال المحرم، فإن هذا التراضي لا بد أن يكون على أساس صحيح. لا بد أن يكون الشخص الذي أطلب ماله ذا إرادة سليمة صحيحة يقدم بها مركزه الحقوقي حتى إذا ما بذل المال يبذله عريضا. وبالتالي إذا أنا لم أراعي هذا المعنى في التراضي من رضايا، يبقى ندي برضا من أتعامل معه، فلا يجوز أن أحتال لأوقع الشخص اللي أمامي في الغش أو في التدليس أو غير ذلك من الوسائل اللي تخليه يوافق ولو أنه كان في حالته العادية ما وافق على هذا الذي عرضته علي أو على هذه الصفقة التي تعاقدت فيها معه. لو كان الإرادة فلا يجوز إن أنا أستدربه أو إن أنا أظهر له الشيء المعطوب بصورة صحيحة أو إن أنا أدلس عليه. والسنة النبوية حافلة بكثير من الأحاديث التي تدل على أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ مال غيره بالتراضي فلا يجوز أن يوقع غيره في الغش أو أن يستعمل معه التدليس حتى يحصل على المال. وإذا حصل عليه بهذا الأسلوب فإنه يكون مالا سرقا حراما كالمال المسروق تماما بتمام، لأن من يسرق المال يدلس على صاحبه ويستغفره حتى يأخذ المال منه فلسة ثم يمضي به. الذي يدلس على المتعاقد في التراضي أو في صناعة التراضي هو إنسان يصنع هذا الصنيع. لا يمكن أن يبارك الله تبارك وتعالى لإنسان حصل كسبه أو حصل ماله أو حصل بدل العقد الذي يتعاقد فيه بهذا الطريق المعطوب المغشوش، بل لا بد أن يكون الرضا عن بصيرة وأن يكون مستنيرا كما يقول الفقهاء. فالرضا هو أن يرتاح القلب من داخله بهذا التصرف، ولا يمكن أن يستريح القلب إلا إذا كان الإنسان عالما بكل تفصيلات ما يتعاقد عليه، وأن الطرف الآخر كان واضحا معه، وأن المحل الذي يتعاقد فيه الطرفان لا بد أن يكون واضحا وضوح الشمس، لا غش فيه ولا تدليس ولا تغيير ولا تبديل ولا غير ذلك مما يصنعه بعض الناس طلبا لحصول المال، وهم يظنون بذلك الاحتيال انهم سيحصلون على المال، والمال الذي حصلوا عليه هو مال حرام لا يبارك الله تبارك وتعالى فيه ولن يبارك فيه ابدا، لان ما جاء من حرام او ان كل جسم نبت من حرام فالنار اولى به. لا بد ان يكون هناك نوع من التراضي، والتراضي ان تكون الاراده ند للاراده. فاذا كان الانسان معتوه يبقى لا بد ان ينوب عنه في التراضي من يصلح للتعبير عن ارادته. ما ينفعش ان واحد ليس امن للتعاقد اروح اتعاقد معاه واخذ منه الحاجه بنص ثمن او بربع ثمن واقول ان هو موافق. لا، لا بد ان يكون الانسان اهلا للتراضي، لا بد ان تكون ارادته صحيحه، لا بد ان يكون رضاه سليما حتى يحل الله المال بناء على هذا التراضي او على هذا العقد او على هذه الاراده. كذلك لا بد ان يكون التراضي خاليا من الغش. فاذا تعاقدت مع صانع على ان يصنع لي شيئا
واشترطت عليه أن يكون المصنوع من جنس معين، اشتهر بين الناس بأنه متين أو أنه أصيل أو أنه خال من الغش أو أنه يتحمل الطاقة التي أريد أن أعمل بها أو في ظلها، فإذا ما غير هذا الأمر واحتال وأتاني ببضاعة من نوع الرضيء يكون بذلك قد غش في الرضا، ولا يكون الرضا موجودا، ويكون قد خان الله ورسوله ولم يعمل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكشوف، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم، فأطفى الله صفة الباطل على كل معاملة ولم يستثن منها إلا ما جاء عن تراب، وهذا أسلوب خاص يدل على أن ذلك هو الطريق الأوحد لاستحلال الماء، فلا يجوز للإنسان أن يغيره أو أن يبدله أو أن يتلاعب فيه. كذلك أيضا هناك نوع من الغش وهو أخطر ما يكون من أنواع الغش، هو الغش الذي يجري بين الناس عند تكوين الأسرة. تكوين الأسرة يحتاج إلى صدق وصراحة، فلا يجوز للولد أن يكذب على الفتاة ولا يجوز للفتاة أن تكذب على الولد، فيتصنع أحدهم مظهرا اجتماعيا معينا، أو تصطنع الفتاة مظهرا اجتماعيا معينا بغية الترويج لنفسها، أو كل واحد منهم يكذب على الآخر بأن يكون به عيب من العيوب التي تعوق الارتباط، ثم يكتم هذا العيب أو يسطره حتى يتم الأمر، فإذا ما تم الأمر فوجئ الناس بالحقيقة المرة التي لا تبقي ولا تظهر، وذلك بعد أن يكون الارتباط قد تم وجاءت الفأس في الرأس كما يقولون، وذلك نتيجة الغش الذي حدث عند الإدلاء للبيانات والإدلاء للمعلومات. وبالتالي يجب أن يكون الإنسان صادقاً في بياناته وفي المعلومات التي يبني بها، وذلك لأن الخلل في هذه المعلومات والكذب فيها بيؤدي إلى نتائج. يا أخي قل الصدق، قل الصدق ودع الآخر يختار، وربما لو قلت الصدق لفضلك على غيره لصدقك، والصدق منجاة كما يقولون، فإن الإنسان إذا صدق مع الله وصدق مع الناس فإن الله تبارك وتعالى يبارك فيما قال، وربما ييسر له ما ظنه أنه ممتنع عليه إذا قال الحقيقة أو صدق فيما يقول. يجب على الإنسان كذلك أن يكون صادقا في كل عمل، فإذا تقدم لوظيفة من الوظائف أو لعمل من الأعمال بيبقى فيه صحيفة يدلي فيها بالبيانات، سواء كانت هذه البيانات تتعلق بترتيب ذوي القربى بالنسبة له، فبعض الناس يعمد إلى ستر اسم ربما لأنه يرى أن هذا الاسم إذا سطر في صحيفة العائلة يكون عنده سابقة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار، فيعمد إلى طمس هذا الاسم حتى يدخل الغش والتدليس على الجهة التي طلبت تعيينه. هذا نوع من الكذب، ولا يمكن أن يحقق الرضا، بل يجب أن يكون الإنسان واضحاً صريحاً. وإذا كنت يا أخي تخجل من ذلك في الباب، أولى أنت ألا تحرم غيرك من الحصول على هذه الفرصة بدل ما فيش بالمكان وأنت لست أهلاً له، وهناك من طابور يقف على الأبواب يريد أن يتولى هذه الوظيفة، فأنت إذا كذبت في هذا الأمر تكون قد أخذت حقاً من حقوق هؤلاء الذين يقفون طوابير ليحصلوا على هذه الفرص. يجب أن يكون الإنسان صادقا في البيانات التي يدلي بها، فإذا كانت الوظيفة تحتاج إلى الإقرار بمستوى معين من الصحة أو أن الشخص خالي من الأمراض، يجب أن يكون واضحا أو أن يقدم تقريرا صحيحا. لا يجوز أن يقدم تقريرا ويدخل التدليس بهذا التقرير على الجهة التي طلبت فيظهر أنه سليم معافى مع أن فيه مرض ربما لو عالجه أو أصلحه يكون أهلا لهذا الأمر، لكنه يكذب على نفسه ويكذب على الجهة التي تقدم لها، فيؤدي ذلك إلى خسران مبين وإلى ضرر كبير، وذلك كله نوع من الكذب على الله
والكذب على الناس، ولا يجوز للمؤمن أن يتحلى بهذا الأمر. يجب أن يكون الإنسان صادقا ويترك أمره لله عز وجل. يجب على الإنسان إذا طلب منه أن يجري بليانات لابد أن يكون صادقا. فإذا طلب لأداء الشهادة يجب أن يكون أمينا فيما يشهد به، فلا يشهد لشخص على أنه قريب له أو أن بينه وبينهما صداقة، أو يشهد على شخص لأنه عدو الله. ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الصدق هو الأساس في كل ما يدلي به الإنسان في التصرفات والتعاقبات. وبدون الصدق الذي يجب أن يلتزمه الإنسان لا يمكن أمينا فيما يبرمه بينه وبين الناس، أو فيما يبرمه بينه وبين الله تبارك وتعالى في الأمور العامة وفي العقود التي تتعلق بالوظائف العامة. كأن الصدق مطلوب مع الله في الحقوق العامة ومطلوب مع الناس في الحقوق الخاصة. ومن يكذب على الناس أشد من يكذب على الله عز وجل. فقهاء اختلفوا فيما بينهم، هل حق العبد أقوى ولا حق الرب أقوى؟ الله تبارك وتعالى جعل حقه وجعل حقوق العباد، هناك حق للرب وهناك حق للعبد. فقهاء اختلفوا فيما بينهم، قالوا أي الحقين أقوى؟ الإمام أبو حنيفة قال إن حق العبد أقوى من حق الرب في الوفاء. لماذا؟ الإمام أبو حنيفة اللي بيقول مش أنا، يقول الإمام أبو حنيفة لأن العبد فقير محتاج، والله تعالى غني غير محتاج، وحق الفقير المحتاج يقدم على حق الغني غير المحتاج. طبعا الأئمة ربما يختلفون في هذا الأمر، الأئمة الآخرون غير أبو حنيفة ربما يرون غير ذلك ويقولون إن حق الله أقوى، حق الله أكبر، حق الله أوفى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أولى بالوفاء، استدلوا بهذا الحديث على أن حق الله أوفى. وقالوا، وأنا مع هذا الرأي رغم أني حنفي، وقالوا إن حق الله هو ما يتعلق به النفع العام للناس جميعا، سواء كان ذلك في الوظائف التي نتكلم عنها أو في الحقوق الخاصة التي تتعلق بالعقود التي يبرمها بين الناس. قالوا إن حق الله أقوى، لأن حق الله هو ما يتعلق به النفع العام للناس جميعا، وما يتعلق به النفع العام خير أولى وأقوى من هذا الحق الذي يتعلق به النفع الخاص لشخص معين. أي ما كان الأمر، فإن حق الله تعود منفعته على العباد، وحق العباد تعود منفعته على العباد، وبالتالي يجب أن يكون الإنسان وفيا للحقوق كلها، فلا يكذب فيها ولا يماري ولا يلتوي فيما يشهد به أو فيما يدلي به من الحقوق والمعلومات. أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرضا الصحيح في كل ما نتعامل به، وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وفي أفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. وإلى هنا نكون قد انتهينا من اليوم الأول من الأسبوع الدعوي بمسجد مولانا الإمام الحسين رضوان الله عليه بمدينة القاهرة، وإلى أن نلتقي غدا في اللقاء الثاني من هذا الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.